النهاردة مواجهتنا مع كاتب وأديب ومفكر مصري كبير، والحقيقة هو له تاريخ طويل. ولما بتقعد مع الضيف اللي احنا هنعرف حضراتكم عليه دلوقتي، ما بتحسش انه هو من الشخصيات أو من المثقفين اللي بيبقوا منحسرين في طريق واحد أو في اتجاه واحد، وده مش عيب، ده موجود، ولكن بتحس معاه أكتر انه هو بيشمل مختلف أنواع الفكر والثقافة. يعني في سياسة تلاقيه، في ثقافة تلاقيه، في صحافة طبعا تلاقيه وله بصماته الواضحة، زي ما قلت أديب طبعا ومفكر وكاتب. أيضا تلاقيه لما تتكلم عن هواية اقتناء القطع الفنية أو القطع مش بس الفنية ولكن القطع الجميلة المهمة، أيضا تلاقي أنه هو مهتم جدا وبيفهم جدا في الجزئية دي. اللوحات الفنية أيضا مهتم بيها. يعني الحقيقة لما بتقعد معاه بتلاقي أنه الحديث مش بيخلص، سواء كان من ناحية الذكريات، سواء كان زي ما قلت من ناحية الفكر والثقافة والأدب. وبالتالي الحديث معاه أعتقد هيكون ثري، وهيبقى فيه يعني هنبقى بنقفز من مكان لمكان، ومن ذكرى لذكرى تانية، ومن نوع من الأدب والفن والثقافة أيضا لنوع آخر. اسمحوا لي أن أنا أرحب أو أشكر ضيفي أنه هو بيستضيفنا النهاردة في مكان خاص وغالي عنده كمان، وهعرفكم إيه هو المكان ده، ونحاول أن احنا يعني نرجع معاه كده بشريط الذكريات على قد ما نقدر لمناطق كتيرة مهمة في حياته. الكاتب والأديب والمفكر الكبير الدكتور محمد سلماوي، أنا سعيدة أن أنا موجودة مع حياتك، وبشكرك على استضافتنا في هذا المكان الغالي عندك. هقول للناس هو إيه دلوقتي. أنا اللي بشكرك وبشكر المشاهدين جميعا، وانتوا غالين عليا عشان كده في هذا المكان الغالي استضفتكم. شكرا لحضرتك، ده شرف لينا. طيب خلينا نقول للساده المشاهدين احنا موجودين فين دلوقتي. واحنا قبل التسجيل انا كنت بصراحه جايه هنا وانا فاكره اني جايه مكتب دكتور سلماوي. الحقيقه ان الموضوع اكبر من كده بكتير، هو مش مكتب حضرتك، هو مكتبه حضرتك. وحتى قلت لي جمله لفتتني جدا، قلت انا لازم اقولها للناس لان هم ما سمعوش. احنا قبل التسجيل حضرتك قلت لي ايه؟ قلت لي انا زي ما اخذت بيت او شقه لاولادي اخذت شقه لكتبي. وده خلاني اتصور ان قد كده الكتب دي غاليه عند حضرتك زي ما اولادك طبعا يعني غاليين. ده صحيح، كتب غاليه جدا، وايضا عشان عددها انا عندي 10,000 كتاب، فما فيش شقه سكن يعني تستوعب 10,000 كتاب، فكان لازم أوجد مكان آخر أحط فيه الكتب. وعشان ما يبقاش مجرد كتب، في بقى كمان مقتنيات من مختلف الفنون وبتاع، بحيث القعدة لما الواحد يقعد هنا عشان يقرأ كتاب ولا حاجة تبقى القعدة مريحة للعين، وال يعني الجو نفسه مريح ويؤدي إلى القراءة والتأمل في هدوء. ممتاز، أنا هروح لكل ده وهنتكلم فعلا عن قد إيه الفن مهم في حياة دكتور محمد سلماوي، لكن بعد شوية. لأنه الحقيقة أنا عايز أبدأ بالبداية خالص. البداية خالص أنه الوالد كان رجل أعمال، وكان رجل أعمال في وقت رجل الأعمال هو رجل أعمال عن حق. النهاردة طبعا كلمة رجل أعمال بقت موجودة كتير، في رجال أعمال حقيقيين، وفي ناس ممكن يكونوا يعني بيستخدموا اللفظ ده بشكل روتيني او بشكل يعني تلقائي من غير ما يكون رجل اعمال عن حق. لكن والد حضرتك كان ابن عمده وحفيد عمده، ولكنه اختار انه يكون رجل اعمال زي ما قلت في وقت فعلا الكلمه ليها تقلها. يعني ادينا فكره عن الوالد فعلا وعن اسرته، وليه هو اختار انه ياخد طريق مختلف يا دكتور؟ هو والدي يعني درس زراعه اولا، ما درسش، ودرس زراعة لأنه كان طبيعي زي ما كان يعني الملاك الأراضي زمان بيتوقعوا أن أولادهم هيكبروا يشوفوا الأرض ويبشروها فيدرس زراعة، فدرس زراعة بالفعل. لكن أعتقد هو كان مغامر وكان عنده طموح وأفكار غير تقليدية وكذا، فأعتقد أنه لما اتجوز والدتي وكان والدها محمد شتبي كان رجل أعمال برضو، وبدأ يشاركه في أعماله، يعني يشترك مع حماه في بعض الأعمال، فيمكن ده اللي خلاه اتجه هذا الاتجاه وساب الزراعة تماما ولم يلتفت بقى غير بعد كده بقى لما حصل تأميم لشركاته
اتممت له 12 شركة كبيرة، فلم يبقى لديه إلا الأرض. فرجع بقى للأرض تاني وابتدى ينميها ويطورها ويقلبها جناين فواكه وبتاع، فالزراعة برضو نفعته في الآخر. طب والوالدة كمان، الوالدة حسب ما أنا فاهمة كانت بتهوى الرسم، يعني كانت أيضا هي فنانة وبترسم وبترسم حلو. وقلت قبل كده دكتور محمد إنه لولا والدتي لم يعني أو لولا أمي ما كنتش هبقى محمد سلماوي، صحيح؟ ما كنتش هيبقى عندي إمكانية تذوق الجمال والقدرة على الالتفات للجمال، لأنه الجمال الحقيقة ما يكفيش أنه يبقى موجود، إنما لازم ننبه صغارنا أنه ده جمال. والدة حضرتك نمت ده فيك إزاي؟ بتقولي أن الجمال يبقى موجود بس لازم ننبه صغارنا لده، هي عملت ده إزاي؟ لا، نبهتني بأنها كانت متذوقة للجمال، كانت بترسم، كانت بتصمم ملابسها بنفسها، كانت مشتركة في مجلات أجنبية زي فوج وكده، مجلات موضة عالمية، وكانت تتابع وتصمم الحاجات، فكانت الحس الجمالي واضح. وبعض لوحاتها، يعني أنا محتفظ مثلا لسه أسأل حيتك عندك من لوحاتها موجود. محتفظ بلوحة محددة هي رسمتها لأني كنت جنبها وهي بترسمها، كنت طفل صغير وجنبها وهي بترسمها، فيعني لها ذكرى معينة عندي. كانت عن إيه اللوحة دي؟ منظر طبيعي، شجر وقت الغروب والشمس في آخر أو في عمق اللوحة، فالشجر باين ظلال والنور من وراه، لوحة جميلة جدا. انتوا أربع أخوات يا دكتور محمد مظبوط؟ أيوة. وحضرتك الكبير؟ أيوة. طب كلمني عن باقي أخواتك، وأنا عارفة أن في أخ لحضرتك هو مؤلف موسيقي عايش برا وألف قطع موسيقية لكبار الفنانين أو المطربين برا زي ديمس روسس. صحيح. زي شيرلي بيسي كمان. هو كان هو بقاله 40 سنة الحقيقة في الخارج، بس كان ما كان في مصر هنا، هو طبعا اتولد هنا ودرس هنا وراح الجامعة هنا، وكان من أوائل الناس اللي عملوا فرق موسيقية محلية، يعني فرق أجنبية إنما محلية. كان عنده أغاني غربية يعني اسمها The Mass. شقيقتي الكبرى الله يرحمها كانت متزوجة من السفير عبد الرحمن مرعي، كان مساعد وزير الخارجية. وشقيقتي الصغرى هداية كانت متزوجة من إسماعيل الحكيم ابن توفيق الحكيم الله يرحمه أو يرحمهما، الاثنين توفوا. وحاليا متزوجة من المهندس أبو بكر خيرت، يبقى شقيق الموسيقار عمر خيرت. فالفن أو الشخصيات الفنية موجودة بشكل كبير يعني داخل العيلة يا دكتور محمد. كونك الأكبر ده فرق في الشخصية؟ يعني دايما نحس أن دكتور محمد سلماوي شخصية على قد ما هو أديب وفنان، وبالتالي الفنان معروف أن بيبقى حسه مرهف، وأنا شايفة الحقيقة ده من وجودي في هذا المكان، وهنتابع طبعا بعض المقتنيات أن أنك مهتم جدا بالفن، لكن قصاد ده في برضو جدية في الشخصية، يعني في التزام، في جدية في العمل. هل يعني ده تربية ولا ده كونك الأكبر وأنك لازم تبقى دايما المسؤول، ولا جات إزاي؟ والله الإنسان أنت عارفة بيبقى له قدر كده ما يقدرش يتحكم فيه، وأنا قدري دايما كان بيزقني في موقع قيادة. القيادة، أحس أن أنا مش قيادة، يعني أن الواحد يزهو بأنه قائد، إنما أحس أن أنا مسؤول عن آخرين، زي ما كنت مسؤول عن إخواتي في الصغر، وخصوصا بعد والدي ما اتوفى سنة 73. أيضا ألاقي نفسي مسؤول كرئيس تحرير عن أسرة التحرير اللي أنا بعمل معاها، ألاقي نفسي مسؤول عن الأدباء والكتاب اللي انتخبوني رئيس لاتحاد الكتاب، سواء اتحاد كتاب مصر أو اتحاد كتاب العرب أو اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا. فدايما كنت بلاقي نفسي في هذا الموقع، حتى في لجنة الدستور اللي شرفت بأن أنا كنت عضو فيها، ألاقيهم برضو رشحوني وأن أنا أكون المتحدث الرسمي،
وأنا فاكر يعني من سنوات طويلة لما كنت محرر، مجرد محرر في الأهرام، محرر شؤون خارجية في جريدة الأهرام، زرت الهند أنا وزوجتي، وكانت زيارة صحفية يعني، قابلت أداء إنديرا غاندي وعملت معاه حديث وكده. إنما كنا رايحين نزور تاج محل، وفي الطريق من أهم المعالم في العالم كله طبعا، فأكيد لحظة مبنى مهيبة جميل يعني. جدا. إنما في الطريق في عربية ومعايا واحد مرافق اللي واخدني في الزيارة وزوجتي، وبعدين عدينا على معبد لقيت شكله جميل جدا، قلت له ايه المعبد ده؟ فقال لي ده معبد ديانة كذا مش عارف ايه. قلت له ممكن نزوره، كانت كده شكله جميل. قال لي هو مش في البرنامج لكن لو تحب تزوره ممكن نتوقف نشوفه. فدخلنا هذا المعبد، واذا بالكاهن اللي جوه اول ما دخلت قعد يبص لي كده كتير، وبعدين قال لي لحظة واحدة. دخل جوه وطلع، انا واقف انا ومراتي والمرافق، وطلع حامل وشاح زي مفرش او شارب متطبق كده مربع لونه احمر، احمر غامق يكاد يكون برتقاني داكن، وقال لي ده لك، هذا الوشاح لا نعطيه الا للناس اللي قدر لهم أن يخدموا أقرانهم. فأنا شكرته جدا وما خدتش في بالي الحقيقة، أنا كنت محرر صغير في الأهرام، شاب صغير، كانت زي نبوءة يعني استشراف. وخدت ده واحتفظت بيه. وبعدين بعديها بسنوات زوجتي هي اللي فكرتني، قالت لي فاكر الوشاح، وكانت شايلاه لسه موجود؟ ولسه موجود هذا الوشاح. وإزاي نبوءة هذا الكاهن الهندي تحققت فعلا دون إدراك مني. حد اكتشف ان قدرك هو الكتابة لما كنت صغير؟ يعني اكتشفت ادركت امتى ان حضرتك بتكتب حلو؟ في اي سن؟ ومين اللي اكتشف ده؟ انا كنت بكتب وانا شاب زي اي شاب، مفيش شاب ما كتبش شعر وهو في سن المراهقة مثلا، أكيد. او كتب اي حاجة. مرة سألوا الشاعر الكبير تي اس اليوت تعريفه للشاعر ايه، فقال لهم من يظل يكتب الشعر بعد سن 18 سنه. لانه الطبيعي لحد 18 ان احنا كلنا بنكتب، انما اللي بيفضل يكتب. فانا فضلت اكتب وكنت بكتب. كان اللي شددني قوي في الاول كان المسرح، يمكن عشان استاذي في الجامعه دكتور رشاد رشدي كان كاتب مسرحي، لكن انا كنت اعشق المسرح. ولما سافرت انجلترا بعد كده درست مسرح شكسبير بالذات، انا اخترت انه ده في اوكسفورد، في جامعه اوكسفورد. ايوه. فكنت بكتب وكتبت مسرحيه، وقتها كنت معيد في كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه، فكتبتها بالانجليزي وعرضت في على مسرح ايورت في الجامعه الامريكيه. ايورت هول. وفي ذلك الوقت كان في ناقد أمريكاني كبير جدا اسمه روبرت بن وارن. روبرت بن وارن ده له نظريات في النقد وكذا، كنا بندرسه في الجامعة. كان حاضر المسرحية، كان جاي مصر بيلقي محاضرة كده يعني كزائر، محاضر زائر. فقالوا له في مسرحية لأحد طلاب الماجستير عندنا باللغة الإنجليزية لو تحب تشوفها، فقرر انه يشوفها فشافها. وبعد ما شافها لقيت جايين يجروا عليا ويقولوا لي ده مستر وارن عايز يشوفك. فرحت اشوف ايه الحكايه، فهناني على العرض وقال لي انت في يوم من الايام هتبقى كاتب مسرحي كبير. طبعا ما كنتش حاسس بنفسه، حتى زملائي قعدوا يتريقوا ويضحكوا ويقولوا لي طب ده بيقول لك في يوم من الايام، يعني انت لسه ما بقتش كاتب كبير، فرحان قوي كده ليه؟ فدي كانت اول شهاده موضوعيه اتلقاها من مرجع اساسي بيفهم في الادب وكده. انما قبل كده كنت بكتب
بقرا لاصحابي، بقرا لاهلي. ده فتره المدرسه والجامعه وكده. فتره الجامعه. هو دخول الجامعه الاول كان ازاي؟ كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه. ايوه. حسب ما فهمت ان والد حياتك كان شخصيه ديمقراطيه، يعني ما مش هو اللي مثلا زي البعض مثلا ممكن الاهل هم اللي يطلبوا من اولادهم يدخلوا دراسه معينه. لا، حضرتك اللي اخترت. انا اذكر جيدا برضو انه والدي يوم ما خدت الثانويه العامه قلت له انا مش عارف اخش، تنصحني اخش ايه؟ وكان مجموعي دخلني اكتر من حاجه يعني. وفاكر كنا في اسكندريه، كنا بنصيف دايما كل صيف اسكندريه، وهو سايق وانا قاعد جنبه وبساله تفتكر اخش ايه ولا تنصحني بايه؟ عدينا على عماره كده فقال لي شايف العماره الكبيره اللي هناك دي؟ قلت له قال لي دي بتاعت واحد جزار، ولكن لانه جزار ناجح قدر ان هو يبني يمتلك هذه العماره اللي يمكن واحد طبيب ما يملكش ان هو يشتري فيها شقه. فانت لو اخترت الحاجه اللي انت بتحبها ايا كانت هتنجح. انما دخلت طب لان الناس بتقول الطب ده كويس هتبقى زي اللي ما قدرش يشتري شقه في هذه. كان عنده بعد نظر وحكمه. وحكمه، والحقيقه وجهني توجيه، قلت له طب انا بحب الادب والفن، خلاص خش كليه الاداب. طبعا بكليه الاداب بالنسبه للمجموع اللي انا جبته كانت تعتبر يعني كان مجموعك عالي. كان مجموعي عالي يدخلك اللي بيتقال عليه كليه القمه. كنت بقى كان يعني الناس اللي شايفين مجموعي يقولوا لي خش سياسه واقتصاد. كانت دي وقتها الكليه التوب يعني. لكن دخلت الاداب بسبب نصيحه والدي او عملا بيها. وكان الذي كان. وكنت بتتمنى حسب ما فهمت برضو انك تكون استاذ للادب الانجليزي يا دكتور محمد. ايه اللي خلاك تغير المسار وتبقى كاتب صحفي؟ انا كنت سعيد ان انا تعينت معيد في الجامعه. كنت سعيد جدا بده، وسعيد برضو في موقع مسؤوليه عن المدرج اللي قدامي اللي انا والطلبه اللي انا بدرس لهم. لكن قابلت الاستاذ محمد حسنين هيكل، كان رشحني له بعض الزملاء العاملين في الاهرام وقابلته. وكان بيطور وقتها في الاهرام، كان اتنقل للمبنى الجديد بتاع الاهرام وعايز يدعم القسم الخارجي بعناصر من تخصصات مختلفه. لان القسم الخارجي ده هو اللي كان بيتلقى كل الاخبار بتاعت العالم اللي بتيجي على وكالات الانباء. فمفترض انه يكون في حد بيفهم في السياسه وحد في الفن وحد في الاقتصاد عشان يقدر يقيم الاخبار اللي بتيجي على الوكالات دي. فعرض عليا العمل في الاهرام، ووقتها انا كنت برضو ببحث عن مساله الانتماء، يعني مساله ان الواحد ينتمي لمجتمعه ويبقى حاسس بقضايا مجتمعه. وكنت خايف انه تدريس الادب الانجليزي في مصر في بلد فيها من المشاكل والقضايا الكبرى ما هو اكثر الحاحا، مش عايز اقول اهم لان الادب مهم، انما اكثر الحاحا من الادب، وخصوصا الادب ادب اجنبي وكده. فلقيت دي فرصه ان انا اقترب من الواقع بالعمل في مؤسسه كانت في وقتها أحد أدوات صنع هذا الواقع كما كان الأهرام في ذلك الوقت. وتحول مسار حياتي بقى إلى الصحافة، ومن ثم السياسة. حصل تقلبات وقتها كبيرة في البلد، الرئيس عبد الناصر توفي وجه الرئيس السادات والسياسات اتشقلبت، ويعني كان فيه تقلبات سياسية وصراعات سياسية بين القديم والجديد يعني. فلقيت نفسي في وسط ده كله، لدرجة ان انا الكام سنة الاولانيين في الاهرام اكاد اكون نسيت الادب. بعد ما كنت بكتب وانا السياسة اخدتك والاحداث السياسة اخدتك والاحداث والواقع اللي انا ارتميت
في أحضانه ده أخدني تماما. وشوية شوية بقى ابتدى الأدب يرجع تاني، إنما الحقيقة عاد محملا بزخم هذه الأحداث السياسية، بينما اللي كتبته قبل ما أخش الأهرام يمكن كان فلسفي أكتر، أو يعني ما كانش فيه هذا البعد السياسي. طب البداية لما تكون لشاب لسه حديث التخرج وفي مؤسسة كبيرة زي الأهرام بكل ما لها طبعا من ثقل وقتها، ودائما يعني الأهرام هو يعني خلينا نقول إيه، هو البيت الكبير للصحافة في مصر، لما تكون البداية في الأهرام ولما تكون مع قيمة كبيرة جدا زي الأستاذ محمد حسنين هيكل، تبقى عاملة إزاي؟ لقيت الشغل معاه إزاي؟ وده فادك إزاي يا دكتور محمد في مجالك وقتها؟ لا، فادني كتير جدا. كان هو مقتني بقى للعقول الكبيرة، أي عقلية كبيرة في الفن، في الثقافة، في الفلسفة، لازم تيجي الأهرام وتبقى بتعمل في الأهرام. فمن توفيق الحكيم لنجيب محفوظ، لزكي نجيب محمود في الفلسفة، ليوسف إدريس، للدكتور حسين فوزي، للطفي الخولي، للدكتورة بنت الشاطئ، لصلاح طاهر في الفن، كل دول كانوا في الأهرام. فدخولي الأهرام وأنا شاب، خليك تختلط وتشوف كل دول يا دكتور. كل دول مش بس أشوفهم من بعيد كده، يعني أنا بعمل معاهم حقيقي. أنا في الدور السائل الرابع في صالة التحرير وهم مكاتبهم، بس الدور السادس، الدور السادس. أيوة، هم مكاتبهم في الدور السادس. كنت بتطلع بقى كتير؟ كنت أطلع كتير لأن كنت أعرف بقى دكتور لويس عوض من أيام دراستي في إنجلترا، كان هو يجي إنجلترا كل صيف، فكنت أطلع. وعرفت توفيق الحكيم حتى من قبل ما يحصل الزواج، النسب. وهناك اتعرفت بنجيب محفوظ أيضا، وعرفت كل دول، وصلاح طاهر ويوسف إدريس. هناك اتعرفت بأستاذ نجيب محفوظ، لكن العلاقة المتينة جت بعد كده بسنين وهنتكلم فيها بعد كده. أنا علاقتي معاه يعني 30 سنة. لكن بقصد لما كنت في الأول في الأهرام ما كانتش لسه العلاقة بالمتانة دي، تطورت لا. بعدين لما بدأت تاخد رأيه في كتاباتك، وهنروح لده مش كده؟ أيوة. طيب اسمح لي هنروح لفاصل دكتور سلماوي، وبعد الفاصل فعلا نرجع ونتكلم اكتر في مواقف ممكن تكون مريض بيها، وعايزه اتكلم عن فعلا علاقتك بنجيب محفوظ، بالمقتنيات اللي موجوده واحنا شفناها هنا، ونتكلم ايضا عن الكتابات الاخيره، لانه في كتابات اخيره، يعني في اولا سيره ذاتيه لحضرتك هنتكلم عنها، ونتكلم عن العفريته كمان، هنقول للمشاهدين ايه العفريته ولكن في الجزء الثاني. من جديد في المواجهة ومواصلين حوارنا مع الكاتب والأديب الكبير الدكتور محمد سلماوي. أهلا بك مرة تانية دكتور محمد. يعني خلال عملك في الأهرام، وزي ما قلت لي أسماء كبيرة جدا اختلطت بيها، مين أكتر حد كنت حاسس أنه يعني بيدعمك، ممكن تاخد رأيه في عمل ما أو في موضوع ما بتكتبه، أو هو يسأل عنك ويشوف أخبارك إيه؟ يعني أنا قلت لك أنه علاقتي بالدور السادس كانت عن طريق الدكتور لويس عوض، لكن أقرب واحد لي الحقيقة في المرحلة الأولى دي كان توفيق الحكيم، لأن زي ما قلت لك أنا كنت يعني كاتب مسرحي شاب، وهو أبو المسرح العربي، فبالتالي كان يعني في أشياء كثيرة مشتركة، وكنت معجب بشخصيته وطريقة كلامه بتاعك، هو شخصية محببة جدا للنفس رغم الاختلاف السياسي. طبعا أنا كنت مختلف معاه سياسيا تماما، لكن كان صدره رحب للاختلاف ده يعني لغاية الآخر، رغم أن كنا على نقيض، لكن كان قريب مني جدا، أنا قريب منه جدا، وما كانش، ما دي سمة العمالقة، حكاية التعصب ده، وإن الإنسان تعصب مش بس في الدين، تعصب للرأي، تعصب لأنه الإنسان يشوف إن كل ما يعتقد فيه هو صح،
وبالتالي كل ما يعتقده غيره يعتبر غلط، ولا يقبل هذا الاختلاف في الرأي وبتاع. فما شفتش أنا ده من الناس الكبيرة. دكتور سلماوي، قلت لي انه الصحافة خدتك وابعدتك عن الادب، ولكن رجعت له بعد كده. ايه نقطة التحول او النقطة الفاصلة اللي رجعتك مرة تانية للادب؟ يعني فاكر ايه اللي حفز مرة تانية الاديب اللي جواك انه يعني يرجع؟ شوفي، بعد سنوات كده أنا دخلت الأهرام سنة أواخر 70 أو أوائل 71. في 73 حصل حرب 73، فكان طبعا السياسة في يعني أوج الاهتمام بيها. كانش ممكن الإنسان ما ينفعلش بهذه الحرب. وبعدين في سنة 77 كان في أحداث يناير 77، واعتقلت وقتها. والأستاذ توفيق وأعتقد الحكيم يعني خلاكوا تمضوا البيان، ده وبعد في 73. ده كان في 73 واعتقلت برضو، وهو لم يعتقل وقتها. لا، هو ما كانش له دعوة ب 77. هو كان كتب بيان في 73 ووقعناه، وكل اللي كان وقعوه 104. 104. 104 كاتب وصحفي ومثقف، وفصلوا جميعا ما عدا طبعا توفيق الحكيم، لكن ما اعتقلناش. في 73، في 77 77 بقى، في احداث يناير 77 اعتقلت. ومن بعدها، ويمكن فترة الاعتقال خلت الإنسان يتأمل حياته بشكل يعني بيبعد خطوة عن الأحداث المتلاحقة بتاعت الصحافة. الصحافة دي بتخليكي إيدك على نبض الجماهير 24 ساعة في اليوم، لكن لما الإنسان ياخد خطوة لورا ويبتدي يتأمل الحياة ويبتدي يتأمل نفسه بتاع، يمكن دي كانت بداية عودتي للكتابة. وبدأت أكتب لما طلعت من السجن، بدأت أكتب تاني، وبدأ ينشر لي قصص قصيرة وحاجات كده في الصحف وفي الأهرام. ولكن بعد رحيل الرئيس السادات وانتهاء فترة حكم السادات، وكانت فترة مضطربة جدا، كان فيها قدر كبير من التناحر والبتاع. ويكفي ان تشوفي مثلا خطاب من خطب الرئيس السادات، وتشوفي الانفعال اللي هو فيه وبتاع، عشان تحسي الجو كان شكله ايه وقتها. بعد رحيل الرئيس السادات ومجيء الرئيس مبارك حصل هدوء، اللي ادى بعد كده الى جمود وانفجار بسبب هذا الجمود. لكن هذا الهدوء في الاول كان مطلوب، وجي بعد مرحله يعني كان في صراع طائفي، وكان في علاقاتنا مقطوعه مع العالم العربي كله، وكان في نزاعات داخليه وخارجيه وبتاع. من بعد ده حصل نوع يعني المناخ العام في مصر اخذ يعني يرتاح الى شكل كبير جدا. وبدات اكتب المسرح مره تانيه، وعرضت لي أول مسرحية سنة 84 في يناير 84، وهي مسرحية فوت علينا بكرة اللي أخرجها المخرج الراحل سعد أردش. وبعد كده توالت الأعمال المسرحية، يعني بقى في اتنين تحت الأرض وسلومي والجنزير ورقصة سلومي الأخيرة أتمنى ما كنتش نسيت حاجة، لكن يعني يمكن دي أبرز الأعمال صحيح. المسرحية اللي اتنفذت يعني أو اتعرضت فعلا، ومنها مسرحيات الحقيقة عملت لك مشاكل. يعني الجنزير اتهددت بالقتل، مش كده يا دكتور محمد؟ وكانوا عاملين لي حراسة على البيت وحاجات بسبب كده. إيه؟ إنك كنت بتحارب الفكر المتطرف؟ الجنزير كانت أول مسرحية مصرية بتتكلم عن الإرهاب باسم الدين، وكانت بتصور أسرة مصرية وواحد إرهابي اعتقلهم وخدهم رهائن وبتاع. وللأسف النبوءة دي تحققت فيما بعد،
لما مصر كلها اتخذت رهينة للإخوان لمدة سنة أثناء حكم الإخوان. فنتيجة لده حصل طبعا ما كانوش مبسوطين الإخوان، واتعمل لقيت بقى الداخلية بيكلموني مكتب وزير الداخلية وبيقول احنا عيننا لك حراسة وبتاع. قلت لهم بس أنا مش محتاج حراسة، يعني أنا مش مهدد. قالوا لي لا انت مهدد. واحنا رصدوا ان في رصدوا حاجات يعني انا ارهابيه بالتعرض لك. يعني حضرتك لفت نظري فعلا لحاجه، كنت اروح بعد شويه لاجنحه الفراشه، وهي من يعني من الكتابات اللي استشرفت اللي هيحصل بعد كده يعني في 2011 والتغيير اللي حصل في مصر. بتقولي انه الجنزير كمان يعني اللي كتبته فيها حصل بعد كده لما الاخوان فعلا اخذوا مصر رهينه، وده تعبير الحقيقه دقيق جدا وحقيقي جدا. ايه حكايه الاستشراف معاك؟ يعني اجنحه الفراشه ما كانتش الحقيقه اول مره يعني، وبالتالي عايز اعرف هل بيبقى قراءه للاحداث وتوقع الاحداث دي الطبيعي ان هي تؤدي لايه، ولا بتحصل ازاي انك تكتب حاجه وتتحقق بعدها؟ لا شوفي، الكاتب ما هواش منجم، لكن الكاتب نظرته بتبقى دايما تامليه، يعني ما هواش زي الصحفي. الصحفي في وسط الغابة، غابة الأحداث، فبيتنقل من شجرة لشجرة ويوصف لنا الشجرة دي والشجرة دي وقعت والشجرة دي سد السكة وكذا وكذا. إنما الكاتب بيشوف الغابة مش الشجرة، بيشوف الغابة الصورة من فوق من فوق. فبالتالي لو في حريق جاي، نار جاية من بعيد، اللي واقف عند الشجرة ما بيشوفهاش، إنما اللي بيبص من فوق شايف النار جاية. فبيقدر، دي طبيعة النظرة التأملية بتاعة الكاتب أو المثقف بشكل عام. فبيقدر يشوف حاجات مش شرط إنها تحصل، لكن بيبقى حاسس إنه توقع يعني الأحداث ماشية في هذا الطريق. إمتى ابتدت العلاقة تتوطد بالأديب الكبير الراحل الأستاذ نجيب محفوظ؟ يعني من الأهرام طبعا، أنا عرفته من الأهرام، كانت علاقة بدأت عادية جدا. هو إنسان ودود ودمث الخلق، ويهتم دايما بأي إنسان حواليه مهما كان صغير. والعلاقة بدأت تنمو شوية بشوية لغاية يمكن نقطة التحول، يوم ما كنت اديت له مجموعة قصصية بتاعتي مسودة لسه ما طلعتش، يعني بعتها له قلت له احب انها تكون عندك. ما طلبتش منه انه يقراها طبعا، يعني بس اكيد كان نفسك انه يقراها، ولو قراها انه يقراها ويقول لي كويسه او مش كويسه. لا انا بقصد انما انه هو يقراها ويصلح فيها صفحه صفحه ويكتب لي اعجبتني مجموعتك القصصيه واعطيت لنفسي الحريه بأن أبدي بعض المقترحات وقد كتبتها بالقلم الرصاص، فإذا لم تعجبك ولا مش عارف إذا لم توافق عليها يمكنك أن تمحوها بالأستيكة. شوفي التواضع وبساطة ونجيب محفوظ عنده وقت عشان ده، ومع مين؟ مع كاتب شاب لسه صغير. دي كانت أول مجموعة خاصية بتاعتي تطلع، يعني رغم حجمه، لكن مش عايز تحس انه بيفرض عليك رايه او انه بيحسسك انه بيكلمك من فوق يعني. واكتشفت انه عمل ده مع ناس كتير جدا، لان سمعت حكايات زي دي. لسه محتفظ بالكتابه دي طبعا بخط ايده؟ حمحي حاجه كتبتها ايد نجيب محفوظ لسه موجوده عندك؟ طبعا. لا يعني هذه الواقعه على طول حسستني ان انا يعني قربت بينا طبعاً. على الاقل من ناحيتي انا حسيت ان انا مدين له. بالحقيقه انا مدين له على طول الخط، يعني ما اعرفش هو كان مدين ليا في ايه، لكن انا مدين له. بعد كده لما اختارني ان انا ابقى الممثل الشخصي له واروح احتفالات نوبل وانا اللي اقرا بيانه في نوبل، طبعا شرفني وخلاني مدين له اكتر. لما سالوه ليه اختارك، قال ايه؟ قال انكم لا هم سالوه ليه اختارك عشان الحوارات كمان اللي كتبتها، اللي هي الحوارات، لانه وقت الحادثه بتاعته ما بقاش قادر ان هو يكتب بايده.
قال ايه وقتها؟ انا عارفه هو اتكلم عن، انت عارفه قال ايه، قولي انت بدل ما انا اقول. لا بقصد الاختلاف اللي ما بينكم، يعني دي حاجه ما كانتش بتضايقه الاختلاف الفكري؟ شوفي بالنسبه لنوبل قال انا اردت ان امد يدي بالجائزه للجيل التالي من الكتاب، عشان كده اخترت حد من الشباب. والسبب الثاني انه هذا الشخص اللي انا اخترته مؤهل لمثل هذه المناسبات، وحتى واحد اديب يعني كبير وكان قريب من نجيب محفوظ قال له يعني بقى انا اقرب لك ولا فلان، قال له كلكم اولادي بس احنا انا وانت ملناش في الحاجات دي، هنروح قدام الملك ونلبس بابيونا ونستلم بتاع ايه، هو يجيبها ولما يجي هنا نبقى نفرح بيها انا وانت يعني. ف اما بالنسبه للحوارات فعلا قال انا اللي سالته، قلت له طب اشمعنى انا اللي اجري معاك حوار اسبوعي، قعدت 12 سنه اجري هذا الحوار. قال لي لان انت بتنتمي لجيل ثوره 23 يوليو وانا جيل ثوره 19، انت كاتب مسرحي في الاساس وانا كاتب روائي في الاساس رغم انه كتب مسرحيات طبعا، وبعدين احنا ارائنا مختلفه، فده يصنع حوار ثري. انا مش عايز اللي يعمل معايا الحوار كل ما اقول له حاجه يقول لي امين. ما كانش بيتضايق من فكره الاختلاف؟ بالعكس، ده هو اختارني بالذات عشان الاختلاف. يعني ده برضو بيقول لنا عن شخصيته انه هو كان شخصيه بتؤمن بحريه الفكر والاختلاف والراي، وانه يسمع اراء مختلفه او اراء اخرى. الحقيقه كل الكبار بهذا الشكل، زي ما قلت لك كل من عرفتهم من الكبار كان عندهم هذه الخاصيه، بالعكس يشجعوكي انه. ولذلك لقيت نفسي مختلف سياسيا مع كتير من الكبار دول رغم انه كنت قريب جدا منهم وهم يعلموا رايي وانا اعلم رايهم، لم اصد نفسي عنهم بسبب رايي ولم يصدوا هم انفسهم عني. انا عايزه اروح للجزئيه كمان الشخصيه، يعني او نروح اكتر للجانب الشخصي. دكتور محمد، زي ما والده حضرتك كانت بترسم وبتهوى الفن، انا عارفه ان زوجة حضرتك بس طبعا كمان هي متخصصه، هي فنانه تشكيليه طبعا معروفه جدا، سيده نازلي مذكور. وعايزه اتكلم عن الاول المعرفه جت ازاي، الجواز جه ازاي يا دكتور؟ انا كتبت كل ده في مذكراتي يوما او بعد يوم. ايوه، لكن هو كان يعني قصه حب بيني وبينها وقررنا انه نتزوج وقد كان يعني وفكره الحب الفن يعني ده موجود في البيت، هل الاولاد طلعوا كده كمان؟ الاولاد يعني قريبين من العمل الثقافي والفني، بس مش يعني ابني الكبير سيف هو ناشر صاحب دار الكارما ومديرها او احد يعني ملاكها، وبنتي أستاذة فنون في الكلية الأمريكية، درست في أمريكا في نيويورك جرافيك ديزاين، وابني درس في جامعة يورك في إنجلترا. لكن الاثنين رجعوا مصر والاثنين في مجال برضو قريب من العمل الفني أو الثقافي أو الذهني تقدري تقولي. واحنا موجودين النهارده هنا في المكتبه الخاصه بدكتور محمد سلماوي، الحقيقه حضرتك اخذتني في جوله وشفت بعض يعني المقتنيات الجميله، شفت مثلا لوحات فيها دكتور محمد سلماوي لكن معموله بشكل مختلف وبتقول رساله، ايه اكتر اللوحات هنا اللي حضرتك يعني معتز بيها؟ في لوحه مثلا بورتريه ليا عمله الفنان رضا عبد الرحمن، هو عايش في أمريكا دلوقتي، لكن البورتريه ده عزيز علي لسببين. أولا لأنه هو صورني على هيئة الكاتب المصري القديم بشكل فرعوني شوية كده، ثانيا لأنه دي الهدية اللي جابوها لي أسرة تحرير الأهرام إبدو يوم ما قررت أن أنا أسيب
رئاسة التحرير بعد 16 سنة رئيس تحرير، كنت استكفيت بقى وقلت يعني ندي فرصة للأجيال القادمة، فعملوا لي هذه اللوحة هدية، اتفقوا مع الفنان يعمل لي هذا البورتريه وادهولي هدية بهذه المناسبة، فبعتز بيه يعني اعتزاز كبير جدا. قبل ما نروح لباقي المقتنيات، حتى خدتنا نقطة مهمة دكتور محمد فعلا ما ينفعش ان احنا نفوتها، الجزئيه الخاصه بتاسيس الاهرام ويكلي والاهرام ابدو. يعني الاهرام ويكلي طبعا نطق باللغه الانجليزيه، والاهرام ابدو باللغه الفرنسيه، ودي كانت نقله يعني في الصحافه اللي موجوده في مصر، واصبحت كمان يعني عندنا صحافه مصريه بتهتم بيها، السفارات الخاصه بالدول الاخرى اللي موجوده هنا في مصر. يعني التجربه دي تجربه ثريه جدا، كلمني عن يعني اهم الانجازات اللي حضرتك شايف انك قدرت تحققها من خلال التجربتين دول، والحقيقه فكره انك انت اللي تاخد قرار بنفسك انه ده كفايه وندي فرصه للاجيال ان هم يكملوا. الاهرام ويكلي انا شاركت في تاسيسها مع رئيس تحريرها المرحوم حسني جندي، كان هو رئيس التحرير وانا مدير التحرير، واسسناها مع بعض ووضعنا الكونسبت او التصور الصحفي بتاعها مع بعض وكوناها، وكانت فعلا زي ما تفضلتي كانت نقلة في الصحافة المصرية. ثم طلب مني ان انا اسس بعد نجاح الويكلي ان انا اسس جورنال فرنساوي، وده كان تحدي اكبر لان كل اللي عملته في الويكلي ما كانش ممكن اكرره هو نفسه. كانت تجربة الحقيقة ناجحة وتجربة محترمة، وزي ما حتى كنت بتقول يعني كانت حاجة جديدة فعلا على الصحافة المصرية. نرجع للمقتنيات، ايه اهم المقتنيات اللي موجودة عندك هنا في المكان ده او حتى في منزلك يا دكتور محمد؟ يعني انا عارف ان حضرتك من الناس اللي بتهتم باقتناء الاشياء الجميلة، هل الاقتناء ده مجرد بيكون لوحات؟ انا شايفة سيوف كمان موجودة يعني في الشقة على الحيطة. يعني هل المقتنيات بتقتصر على نوع معين ولا اي شيء؟ لا انا بتصور او هكذا يهيأ لي يعني انه المقتني ده مش معقول بيقتني حاجه واحده بس. يعني ما دام عنده هذا الحس بتاع الاقتناء وعنده حس جمالي، لانك لا تقتني شيء الا لو كان فيه عنصر جمال، فبالتالي هيشوف الجمال في اشياء كثيره. فانا مقتنياتي بتتراوح ما بين الأعمال الفنية، لوحات أو نحت أو خزف أو غيره، وبين الوثائق والمستندات والعصي القديمة مثلا. حاجات غريبة. ليه العصي؟ بتحب شكلها ولا؟ والله هي بدأت معايا بأن كان عندي مشكلة في مفصل رجلي الشمال، وكنت بضطر أمسك عصاية، ولكن بعد كده رحت ألمانيا وعملت عملية وبالتدريج استغنيت عن العصاية. لكن كنت بدأت أحب العصي، وبدأت خلال الفترة دي أن أنا أجمع كل ما ألاقي مسافر برة وألاقي في محل عصاية أنتيكة قديمة مش عارف براس حيوان إيه بتاع. ما احنا نرجع للي تربى على ان عينه تشوف الجمال. أيوة. فما دام حاجه همسكها شويه لازم امسك حاجه شكلها جميلة. حلو. صحيح. فاصبح عندي النهارده يعني ما يزيد على 50 عصاية، يمكن كل واحده منهم نادره. في واحد مجري عمل كتاب عن العصي، وكنت قابلته في المجر وبتاع، وبعدين حكيت له على بعض العصي اللي عندي. صار انه جه مصر بعد كده عشان يصور بعض الحاجات اللي انا حكيت له عنها ونزلها في الكتاب بتاعه. قال لي دي حاجات مش موجوده. الله. بسهوله. ايه اخر قطعه فنيه اشتريتها؟ هي لوحه للفنان جورج البهجوري. الله. لوحه بتمثل ام كلثوم. الله. وانا يعني عندي ضعف من ناحيه ام كلثوم طبعا. وجورج بهجوري طبعا جورج يعني فنان كبير رائع، فاكيد هتبقى لوحه وأبدع رائعه فيها يعني. الحقيقه تحسي فيها يعني اللوحه دي حاجه ثابته، انما لوحه جورج دي تحسي فيها بالحركه، تحسي بام كلثوم بتلف بتدور بتتحرك في اللوحه. مين العفريته يا دكتور محمد؟
العفريتة. العفريتة، مين العفريتة؟ ايوه لازم اقول لك بسرعه مين لبعدين يفتكروا، قصدي على ايوه الحق بسرعه. أيوة. كتبت عن العفريته اللي بتحاورني دي. لا العفريته ده كتاب صدر ليا حديثا بيضم مجموعه مقالات ساخره كنت كتبتها من فتره، لكن الناشر وجد انها يعني موضوعاتها ما زالت حاله، وكنت بكتب فيها بمنطق بفكرة المنطق المعكوس، إن الأبيض اللي الناس كلها بتقول عليه أبيض أكتب مقال أقول لا ده أسود وده مش كويس وده كذا وده كذا، والأسباب اللي أنا بسوقها هي اللي تخلي الناس تقتنع أكتر بأنه أبيض. يعني بتساعد فكان القارئ إن هو ياخد القرار والحكم بنفسه، مش انت تقدم له الحكم من الاول، من خلال ان انا اقول له الراي العكسي. فتستفز فيه مثلا انه يفكر بنفسه لدرجه انه يلاقي قد ايه هذا الراي مستهجن فيلتزم بالراي الصحيح. وكنت ببالغ جدا في الراي العكسي ده عشان يحس بعبثيه هذا المنطق اللي انا بطرحه فياخد، زي بالظبط عفريته الصوره زمان قبل التصوير الرقمي اللي هو العفريته النيجاتيف، العفريته النيجاتيف دي اللي بيبقى الشريط اللي بيبقى مع الفيلم اللي كنا بنوديه يتحمر زمان. العفريته دي كان الاسود فيها ابيض والابيض اسود، لكن لما تطبعيها تظهر لك الصور الحقيقيه، الالوان الحقيقيه. بالظبط كده. عايز اسال حضرتك لو ما زلت طبعا، وانا متاكده انه لكن تقول لنا يعني اكيد محتفظ لسه ببعض الجوابات وثائق كلمات من بعض الشخصيات المهمة في حياتك يا دكتور محمد، محتفظ بالحاجات دي أكيد؟ طبعا عندي كمية وثائق وكتب قديمة و يعني حاجات خطية بخط بعض، يعني زي مين؟ زي يعني إيه الحاجة اللي تفتكرها حتى؟ توفيق دلوقتي. الحكيم، عندي مثلا 3 مسرحيات لتوفيق الحكيم بخط ايده. الله. وكنت اهديت اتحاد الكتاب كتاب سجن العمر بتاع توفيق الحكيم مكتوب كله بخط ايده. الله. موجود في متحف اتحاد الكتاب. يعني. عندي قصيدتين لنجيب سرور بخط ايده موقعين في الشهر السابق على وفاته مباشره، واعتقد انه يمكن دول آخر قصيدتين كتبهم قبل رحيله بخط إيده برضو. يعني أشياء، عندي خطاب مثلا للشاعر الفرنسي جان كوكتو بخط إيده كتبه لك؟ لا مش كتبه لي، أنا اشتريته من اشتريته. مزاد كتبه لحد يعني لا يتعلق بي. أوكي. إنما خطاب بخط إيده. اخر حاجه اسالها لحضرتك، بتعملوا ايه مع الاحفاد ما شاء الله ربنا يخليهم 5 صبيان وانتوا عيله واضح بتهتم بالفن وبالمقتنيات الجميله والثمينه، اما بيجوا البيت بتحافظوا على الحاجات ازاي؟ ما بيجوا البيت بيلعبوا كوره او نص فريق كوره، بيلعبوا كوره فعلا وغاويين كوره مجانين كوره. ما بتقولهمش بس خلوا بالكم دي الثروه بتاعتنا. يعني يمكن مراتي بتحاول شويه لكن انا اللي هم عايزينه يعملوا. حضرتك جده بقى في اللحظة دي مش الكولكتر أو دائمة بيني وبين ولادي انهم بيقولوا انت بتبوظ ولادنا كل اللي احنا بنعلمه لهم. ايوه بتبوظ. يوم ما يقولك بتبوظه. ربنا يخليك ليهم وتعيش وتعلمه وبوظهم زي ما انت عايز يا دكتور محمد. ربنا يخليك. ربنا يخليك، وانا بشكر حضرتك جدا على وجودك النهارده معنا في المواجهه واستمتعت باللقاء مع حضرتك. بشكرك حقيقي. شكرا ليكي وكل سنه وانت طيب. وحياتك طيب. شكرا لحضرتك وبشكر حضراتكم واشوفكم ان شاء الله في مواجهه جديده. الى اللقاء.